مميزه وهي الاخيره من كاترين مع كارول بموسمه الاول. نحن المفروض وقفنا تصوير من فتره، بس لتعرفوا معزتكم عندي وانه عن جد ما فينا نرد لكم طلب، هيدي الحلقه جايه بطلب منكم انتم. فجرت التعليقات وانتم تطالبوا بانه نستضيف غيث مروان، ومع انه الموضوع كان خطر بما انه انا حامل بالشهر التاسع ومعقول اولد باي وقت، قررنا نعمل هيدي المقابله ونقول ان شاء الله ما اولد قبلها. خلينا نروح هلا عند غيث، بس قبل ما نبلش ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا بالقناه وتفعلوا الاشعارات حتى تشوفوا دائما كل الفيديوهات اول ما تنزل. غيث اهلا وسهلا فيك بحلقه جديده من كاترين مع كارول. يا اهلا يا مرة. لو ما بلشنا هذا مش سؤال على فكره. انت من اول ما عدنا قلت لي جاهز جاهز، انت لبكت صرت بدي اروح جاهز. شو؟ يس خلاص؟ يب جواب نهائي؟ يب. انت اصلا متلبك؟ اه صح. بس هذا مش سؤال على فكره. عم سؤال؟ لا لا فكرنا بلشنا بعد عم نرحب. اه اوكي عادي طيب يلا خلص. خليني هيك روق لك اعصابك شوي. yes. انت يعني ضيف استثنائي بكل معنى الكلمه بكل المعايير. اولا انت اول ضيف شاب بيطلع معنا بالبرنامج واخر واحد. لا شلون؟ لا على حسب الوضع حسب المقابله. ثانيا انت يعني هيدي الحلقه جايه بطلب من الجمهور. نحن من بعد ما وقفنا تصوير سيزن 1 خلصنا تصوير سيزن 1 نحن كرمال حضرتك وليد واهتم بالبيبي. بس قد ما كان في طلب صراحه ما قدرنا نرد الطلب، فهالحلقه كثير استثنائيه ونحن كثير سعيدين بوجودك. ثانك يو. بتعرف المتابعين بحبوا الفضائح عشان هيك بيقولوا يا ترى غيث بيعرف بيجيب العيد ترى غيث. على فكره اسئلتهم معي والله؟ ايه بعرف بعض اسئله هن ما صدقوا على الله. غيث اوكي يلا تتوقع شو من الاسئله؟ ما تقلل اذا بتتوقع ولا لا. لما تساليني بقول لك انه اوكي توقعت هذا السؤال ولا لا. اوكي خيت عم نحكي عن المتابعين وعن عن جد كيف فجروا التعليقات هن وعم بيطالبوا فيك. جد برافو عليك، بسنه ونص قدرت تحقق جماهيريه هالقد كبيره، غيرك بتاخذوا سنين يمكن ليحققها. والموضوع على فكره مش بس ارقام، لانه كميه الحب اللي شفتها بالرسائل وقت اعلنت انا عن الحلقه انه رح تكون معك عن جد بتكبر القلب. Thank you. اللي بدي أعرفه منك هو كيف قدرت تحقق كل هالشي، خاصة أنه أنت منك حدا مثلا بيعتمد على عائلته 24/24 عم بيصور معهم، يعني محتويك أنت بتصنعه. هلأ طبعا أنا سنة ونص على اليوتيوب، بس أنا قبل كنت على الانستغرام وسناب شات، كنت لحالي هيك شوي شوي، يعني كان عندي شوية متابعين على قدي تقريبا شي 30,000 40,000. ضليت انا 30,000 يمكن شي سنتين ثلاثه كنت صور لحالي، يعني كنت عايش مع اهلي. بعدين ب 2019 ما بعرف تقولي الله فتح وجهي قال يلا روح. وبعدين بلشت، يعني بلشت انستغرام شديت حالي ويوتيوب، ويوتيوب صار لي مثل ما قلتي انت سنه ونص، وانستغرام شديت حالي كمان من سنه ونص، بس انا فعليا صار لي 3-4 سنين. جايز كيف كل شيء الاخبار؟ ان شاء الله تكونوا بخير. طلعنا هلا نعمل فوتوشوت خفيف، شعرات خربانين. في حدا دفشك بهالاتجاه؟ ساعدوك يعني؟ yes. سالت اصحابك؟ اخذت براي عالم؟ في عائله انس واصاله تحيه لهم بحبهم كثير، كانوا اول مره بيجوا على دبي، وانا بعرفهم على فكره من قبل ما يمكن يتعرفوا على بعض، كانوا هن الاثنين على السوشيال ميديا، فكنت بعرف اصاله وكنت بعرف انس. بس هالحكي قبل يوتيوب يعني؟ قبل من زمان، يمكن قبل ما يكون عندي اصلا متابعين. كنت طبعاً يعني كنا نعرف بس بعض بس على السوشيال ميديا هيك ثاقبت. بعدين تعرفوا على بعض هن وتزوجوا، كانوا عايشين بكندا وقرروا يجوا على دبي وحكاني انس. فرحت استقبلته وقعدنا مع بعض وقال لي انت شو عم تعمل؟ قال لي انت المفروض تكون على اليوتيوب. قلت له ليه؟ قال لي هيك شكلك انت هيك انه لو بتدخل على اليوتيوب بتعمل اشياء احسن كمان. قعدنا شغلنا الكاميرا، قال لي اذا انت بتفتح قناه اليوم السنه الجايه مثل هالوقت حيكون عندك مليون. واو. قلت له اوكي. وقفت الكاميرا، قلت بدي سيف الفيديو مشان بعد سنه حطه نورجيه للناس. ثاني يوم مسحت الفيديو. ليه؟ بالغلط. بالغلط. كنت لسه جديد ما بعرف باليوتيوب ما بعرف كيف اعمل هذا. شو هيدا الزين؟ هيك اوبس مسحت اهم فيديو بحياتي، يلا ما مشكله. والحمد لله بعد 7 شهور صار عندي مليون. ما عم تحكي عني بطريقه محترمه. لا لا على حقول. بس نقول شديت حالك شو يعني؟ يعني ركزت، لان قبل كان عندي جامعه، كان عندي شغل، كنت بشتغل، كان عندي التزامات، بعدين خلص قلت بعد كل شيء هيك. صحيح انت يعني دراستك ما خاصه بالميديا، انت مهندس. مهندس ديكور وعم الوان. اذا بدك كمان. عشان هيك انت قلل الميديا على فكره ما ظبطت معه. قال له الناس بقول الحيط ازرق.
يطلع الحيط اخضر. معقول؟ يس. مش هيك لقيت انه يوتيوب اضمن. يوتيوب ما فيها الواحد. عمر ثلاث ثواني، ثانيتين بس. كيف وعيت هيك نهار انت مهندس عندك شغلك بالهندسه وقلت انه لا والله انا بدي اصير يوتيوبر؟ طبعا انا كنت بالجامعه كنت داخل هندسه ومركز على الهندسه، بس كنت صور. كنت شوف انه تسلاي. شو تصور؟ هواي. صور فيديوهات نزلها، فيديوهات بتضحك انا ورفقاتي يعني. اوكي. ونزلها يعني الموضوع عادي. بعدين شفتها بلشت تنتشر. هاري بوتر هيلب مي. شيري نقانق المصبرات على جبن طقوس. وانا بالجامعه اجاني عرض انه اشتغل مذيع تلفزيون. لا. يس. وين؟ بقناه دبي ببرنامج اسمه لينك. انت دارس هون، انت دارس بالامارات. yes. صار بين كل حياتك هون تقريبا. صار لي 25 سنه. فبعدين سالت بابا، قلت له بابا شو رايك تصير مذيع؟ قال لي بابا انت فايت هندس وبدك تصير مذيع؟ قال لي بلكي خلصت هندسه واجالك فرص احسن. من وقت ما شفت فرص احسن. بالهندسه. بالهندسه. بعدين بعد ما تخرجت دورت على شغل، لقيت بس ما كنت انا، كنت احس حالي كيف بدي لك روبوت. ما بحب انا شغله هاي في الصبح واقعد وضلني الساعه كذا بختنق. انا من النوع اللي هلا شايفتيني قاعد ماسك حالي، انا بالعاده بضلني اتحرك هيك، فهمت؟ بدي اقوم، بدي امشي، بدي اعمل شيء. ما حبيت الوضع بعد ما انقبلت. بعد باسبوع تركت الشغل وقلت خلص انه ما عطيته مجال. ما قدرت. واو. يس. ضليت ادور على شغل ما كنت لاقي، لحتى في شركه هندسه حكيتني وقالت لي تعال اشتغل عندنا ميديا. قلت واو، جاي الاثنين مع بعض. شو هالكومبينيشن؟ يس. اشتغلت فيها ميديا، صرت اعمل ادت وصور وشي بحبه بس بشركه هندسه. ضليت فيها 3 سنين، اخذت خبره، قعدت اتعلم لحالي على اليوتيوب، طلعت وقلت خلص بس ابو فيس هلا بدي اطلع. طلعت بلشنا هيك، اخذت قرار وامنت بحالك وقلت انه يا بتصيب يا بتخيب يعني. ايه هلا شوف، هلا مش انا اللي طلعت من الشغل، لا خنقتهم. ضليت عندهم، قلت له والله بطلع حتى اتقلع على عوني بطلع. مشان بعدين ما اقول وات اف. خلوني مش what... منك، مش انا اخذت القرار، هو انجبرت. ايه انجبرت اطلع خلص. شلون عرف لي قلعوك؟ لان اخر فتره شديت انا، وانا بالشغل اخر فتره صرت شد على حالي بالسوشيال ميديا. فصار كل ما يجيني شغل او يكون عن تصوير المريض بحكيكم بعدين، ويشوف الفيديو بعدين. ويشوف الفيديو، مدير بيعرف. اسألي خلص يعني. طفح الكيل. خلص كثير. بدي لكم باركولي بس حتطلع شوي غبية، بس أنا حالياً تقلعت من الشغل. وأنا كثير مبسوط. وما ندمنا يعني. ما ندمت، لا الحمد لله ما ندمت، بس كان إنه تعرفي نقطة تحول. يعني من شيء أنا بعمله صار لي فترة وخلص متعود الناس هيك تعمل. لشيء جديد كلياً يعني، مثل كأنه واحد نزلني بالصحراء وقال لي روح عيش لحالك، دور. ما في مي، ما في شرب، روح. بس انت حر. أوكي. يلا في يعني. او مثل واحد فتح علي القفص احلى. قال لي طيب. ما انا هينه انك تطلع من هيك الكومفورت زون تبعك. الانسان عاده حتى هيدا بيصير معنا دائما، لو ما بنكون كثير مبسوطين باللي نحن فيه بنفضله، بنفضل اللي بنعرفه. يس. على اللي ما بنعرفه الاريح. يس. يعني هيدي الزون تبع الراحه. وانه انا يلا خلص عارف حالي، بوعى اليوم بروح بعمل هيك ماشي اخر الشهر. يعني هيدا منا هينه، وبعتقد هيدي الواحد بس يكسرها هون نقطه التحول نحو النجاح. صح، وخاصه انه اهلي ما كانوا فانه خلص انه صار في الواحد بده يركز على حاله. اهلي مش هون. ما فيك تعتمد عليه. ما فيني ارجع البيت لاي غدا مثلا، فهمتي؟ ما فيني. يس. عم بدي اعتمد على حالي، بيت، عيشه، سكن، كهرب ومي، هذول كانوا جداد علي. تبي زعلت. خلصنا والله كثير ولا شوي؟ يلا ما توصل بالسلامه. باي. تايم توصل بالسلامه. باي باي. هن اي متى تركوا الامارات؟ 4 سنين 5 سنين. اوكي. 4 5 سنين. وقتها لقيت حالك بتطبخ؟ بعرف شويه طبخات يعني، بس بالاخير يعني بعد ما خلص طبخه بتوصل على كي اف سي. بعرف اعمل ياس سندويش الجبنه. واو. والله ماي جاد، لازم تشوفين لما بطه هيك. بليز بدك تعلمني، بدي اطبخها لبنت. خلص بدك تركز معي منيح. ايه اوكي خلص. هيدي بالحلقه الجايه بنعمل حلقه طبخ انا وخير، كيف تطبخ الجبنه. طب غير كنت عم تخبرني انه انت لما بلشت يعني اذا
إذا فهمتك صح إنه أنت من أيام الجامعة بتصور بتصور وبتصور إشي هيك كوميديا وبتنزلها، بس ما كان في هدف، بس دايما كان عندك هيدا الحس الفكاهي الكوميدي. جيت لكم بشغلة كتير حلوة. يعني قبل كنت أنا بدائرة أصحاب مش جوي، يعني ما كانوا يحبوا السوشيال ميديا، كانوا يحبوا مثلا بس قاعدة، ما بيحبوا غير يلعبوا شدة مثلا. أوكي. فما كنت أنا على طبيعتي ما بقدر أقعد ما بقدر بالضبط ما بقدر أقعد ما فيني لا. يعني هلأ بدي أقوم أنا ما قادر، فيني إذا وقفت تحرك الكاميرا معي ما بصير. لما شفت رفقة مثل جوي بيحبوا السوشيال ميديا، بيحبوا الطلعات، بيحبوا الأشياء الهبلة اللي بتصير، بس قلت خلص فلتت انا. من وقتها بلشت يعني. عارف كيف؟ صح 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 عامل لنا مستطيل. بتعرف في شغله انه عاده بيقولوا انه الشخص اللي عاده كوميدي اللي كتير بيعتمد بالكونتنت تبعه على الفرح والضحك والكوميديا يعني بشكل عام، عاده ورا الكاميرا ما بيكون هالقد شخص فرح بحياته، مش هالقد مبسوط، بيكون عنده يمكن تعب، يمكن اشياء نيجاتيف هو بيحاول يخفيها بهيدي الطريقة. هل هالشي بينطبق عليك؟ بينطبق علي، بينطبق على كثير ناس بعتاد يعني. معظم الكوميديانز ما في حدا ياس فكرة. إذا بتعرف قصة حياتهم، قصة حياتهم مش قصة حلوة. طبعا أكيد هلا ما في الوقت، هلا أنا فيني مثلا أصور كل حياتي، هلا أكيد في أشياء مخفية يعني، في أشياء خصوصية فين نقول، بس إنه ما فيني أطلع أنا يعني لما أكون مثلا منكد، أكون زعلان، أكون ماني تمام، بختفي عن السوشيال ميديا، ما بحب أصور، ما بحب اطلع اقول انه انا وانا وانا وابصر شو، ما بحب احكي، خلاص ببعد عن الدراما، خلاص اشي حلوه بطلع على السوشيال ميديا، انا مودي حلو بطلع على السوشيال ميديا وبحكي، مودي مش تمام بختفي لفتره لحتى ارجع ارتاح، تمام كل شيء تمام برجع بطلع صور. ليش ما بحب ورجي للناس انه لان مثل ما قلتي انت دائما بعطيهم طاقه ايجابيه، فما بحب اعطيهم طاقه سلبيه. يعني واحد قاعد منكد اهله ضاربينه مثلا عنده ما حل الامتحان، روح يطلع يشوف لي كمان انا منكد، حينكد على حاله، فلا بيحضر مبسوط كذا بيروق. في وجهتين نظر للموضوع يعني، المال الثانيه يمكن هن بيحبوا يعرفوا كل اوجه حياتك. يس ما 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 في شك انه اكيد بيحبوا يعرفوا المنيح والمش منيح، بس لازم الواحد يكون عنده بالسوشيال ميديا شوي خصوصيه. مبسوط بحياتك؟ يس الحمد لله. قد هل قد؟ قد السما. قد السما، إن شاء الله دايماً. إن شاء الله. لما كنا عم نعد الحلقة، فريق العمل كله اتفق على إنه أنت شخص غامض. ليه؟ لأنه غير يوتيوبرز إحنا معودين عليهم إنه بيحكوا عن حياتهم الشخصية، ما بدي أقول بيستعملوها ليجيبوا مشاهدات، لأنه طبيعي يوتيوبر يمكن يشارك إشياء من حياته مع متابعينه، بس أنت أبداً يعني حتى اسمك ما له اسمك الحقيقي اللي بتستعمله، هو ما له اسمك الحقيقي، هالقد أنت غامض ما بنعرف شي عنك. هلا بفكرون اسمي جون ولا شي. اسم العائلة. اسمي غيث. ايه اسمي غيث. ايه هلا مش غامض، بس برجع بقلك في أشياء خصوصية ما بحب أحكي فيها، ما بحب أطلع على السوشيال ميديا وأحكي كتير عن هالمواضيع، يعني بحب ورجيهم الأشياء الحلوة. ما في اشياء مش حلوه، بس كل واحد عنده يعني اشياء بده يبينها، اشياء ما بده يبينها. مثل اسم الحقيقي؟ لا اسمي موجود هلا. أوكي. في ناس بتعرفه. اوكي بس بحب انه خلص انه اسمي من اول ما بلشت انا على السوشيال ميديا. اسم فني؟ غيث مروان. لا موجود اسمي. لا غيث مروان. انت بالنسبه لك اسمك هو اسم فني؟ بتعتبره اسم يعني اعتمدته لانه هو اسم فني؟ اعتمدته لان بلشت فيه. قلت خلص ما راح اغيره. اوكي. من بدايات نفس الاسم اللي انا مختاره هو غيث مروان. اسمي واسم بابا. اوكي. فا يس انه خلص ما 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 بدي اغيره، التزمنا فيه. خلص تعودنا عليك هيك ما فيك تغير اصلا. طيب غيث، من الاشياء كمان اللي لاحظناها ولاحظوها متابعينك انه نحن بنشوف امك، بنشوف اخواتك اوقات معك بالفيديوز بس يكونوا هون، بس بيك ولا مره شفناه ولا حتى صوره. وينه؟ موجود بس ما بحب السوشيال ميديا، حط الكاميرا ويجي بيقول لك بيعمل لي كيك. هيدا الجواب، جواب التهرب اللي دائما بنسمعه من كل حدا ما بده يحكي عن علاقته بحدا من اهله. هلا قصدك انه ما عم بحكي مع بابا؟ ما بعرف. يا الله ما بحب اثبت حالي، بس ثواني طيب فيني شيل تليفوني هون من السوشيال ميديا؟ ايش بدك تفرجني صورته؟ ايه ثواني ما حورجيك صورته، ما بنحب نحن الواحد يثبت حاله ويحكي، بس يلا ان شاء الله يرد عني. عم تقلب اياك؟ ان شاء الله يرد.
اوكي خلص صدقتك. الو بابا كيفك؟ وينك ما عم تبين على السوشيال ميديا؟ الله العظيم انت ما بتعرف هلا انك واختك شو عم يتشارطوا؟ شو؟ عم تقول حنان ولمع عم يقولوا لي والله العظيم هذا غيب غيب، يا اما نازل مع زياد السافر وجاي لهم مفاجأة يا في شيء. لا بس طالع بمقابلة مع كارول وعم بتقول لي وينه ابوك؟ قلت له ما بحب يطلع على السوشيال ميديا، قالت لي كله بيتهرب من هيك سؤال. في مشاكل بيني وبينك؟ لا اكيد لا. حلوف خلص شو هيك جبت المطحنه عم بدك عليها؟ خلص ماشي يلا بابا بحكيك بس خلص. حبيبي يعقوب لما والاجداد يلا اوكي حبيبي يلا باي باي يلا يا لغيب خلص صدقني كلها صدقني والله خليكم لبعض. تسلمي. لا بيني وبين بابا رفقه يعني ما مش بس عن شغل ما بيحب السوشيال ميديا ما بيحب تحط الكاميرا وجهه وتلاقيه هلا بس نازلك شو حط الكاميرا بوجهك عمل له شيء هيك كاميرا خفيه يس بلا ما يعرف الطريقه الوحيده ما فرقت ما بيقول لي ما تنزل بس لا بنقنعه اوكي هلا اهلك وين موجودين؟ بسوريا سو مقلب باخواتي او امي او اهلي ليش هيك عم تطلع فيني؟ طيب غيت كنا عم نحكي انه بمحتواك انت اجمالا فرح وكوميديا واشياء بتضحك بس بواحد من الفيديوهات اللي عملت فيه ضرب بوقتها شفناك بغير وجه شفناك مدمع شفناك متاثر بعد ما عملت ضرب وتاثرت يمكن برده فعل قرايبينك حضرت الفيديو؟ حضرت الفيديو اوكي ما تضيع يعني جرب هيك فن التهرب حافظينه يا الله قد ايش صار لك بالمجال؟ 9 سنين يا حبيبي مستحيل نهرب لا شوفي هو كان مقلب كان المفروض انه على اساس انه يغمى علي وبعدين قوم بعد 5 minutes فانا اغمى علي وقمت وكملت الموضوع 45 minutes لدرجه انه اصحابي انه عم بيستنوا يقولوا لي خلص المقلب ولا لا فعشت الدور زياده عن اللزوم بس بعدين لما شفت رده فعل عمي وانا من قبل في هيك انه كل واحد عنده ضغوطات بالحياه اكيد كل واحد عنده مشاكل طبعاً. كل واحد عنده اشياء يعني مخفيه طبعا فالمهم لما شفت عمي متضايق هيك علي وانا ما قلت يا خربان خربان يلا خلينا نفوت بالجو ف يعني مثل كانه شو بيسموها بالونه فعاتيه بالونه مشاعر انت بتكبت بالحياه ولا شخص بيعبر يعني انت اذا متضايق بتحكي بتبكي no. بتشكي ولا بتحط جوا نو no, 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 ما بحكي بتحط جوا هاي هي اوكي فبوقتها يعني شغله فتحت لك بواب المشاعر كلها؟ يا ساك فضيت ما بتبكي بالحياة؟ قليل على الاشياء اللي بتستاهل يعني اشياء ما بتستاهل نو ما بتبكي على الموفيز مثلا؟ نو 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 بحاول جرب انه مشان اعيش الجو يعني ما بس ما بتزبط لا شو اكثر شيء بيأثر فيك؟ يعني انا بالنسبه لإلي مثلا ما بعرف ليه بس الناس الكبار بالعمر بس شوف حدا كبير بالعمر مثلا وماشي على الطريق يمكن هو بألف خير من الله رايح يجيب عرفت غرض من السوبر ماركت وراجع بيوجع لي قلبي انه بصير حس انه ليه هيدا هو رايح لوحده وين ولاده مثلا او ما بعرف شو بتأثر انا بيأثر في الناس الكبار بالعمر انت شو بيأثر فيك؟ في اشياء انا بعملها على السوشيال ميديا لو دائما بحب انا بكل فيديو او كل فيديوهين طلع ناس معي بشوف مثلا مثلا اللي بيوصلونا الاكل اللي بيسوي تنظيف للبلد للشارع اللي بيحرس البناي بحب دائما شوفهم عم بيضحكوا اوكي فهذا الشيء بحسه بيأس يعني بحب شوف بحب اعمل شيء يبسطهم اوكي فدائما بحاول انه طلعهم معي اعمل لهم تشالنج او شيء وهديهم شيء بالمقابل اوكي فهن بينبسطوا وانا بنبسط اكثر منهم صراحه فدائما بحب شوف هيك او بحب اعمل هيك شيء بحس بيأثر فيني شخص يس يعني ما بعرف اذا بتشوف في فيديوهات انا بروح على سيفورا مثلا بفوت بقول لهم بلاقي ناس بقول لهم اشتروا معكم دقيقه شو بدكم اوكي ما بعرف ليش بعمل هيك بس بحب اعملها بتحب تشوف انه انت سبب ابتسامه شخص يس كثير هيك منبسط لما اشوف حدا مبسوط ما استغربت من جوابك لانه هيدا اللي بتعمله انت بالفيديو تبعك ما بعرف اذا انت شي مره مفكر فيها بس ما هيدا اكزاكتلي اللي انت عم تعمله بس مش مع شخص وشخصين مع الملايين اللي بيتابعوك يس بحب هذا الشيء بحس هيك انه بيعطيني
انه حب، يعني مش انه انا عم سويها مشان انه ورجي الناس انه انا عم سوي هيك وانا عم بعمل هيك، لا بس انا جد بحب كطبيعتي بحب شوف تعابير وجه الناس وهي مبسوطه. ليك هذا الشيء واضح على فكره، عن جد قلت لك اياها، واضح من فيديوهاتك، من الخط اللي انت اخترته اصلا على يوتيوب، هيدا اللي بدك اياه. يس يس الحمد لله دايما. الحمد لله ان شاء الله دايما انت عم تضحك وعم تضحك الكل. وعلى فكره هيدا الاحساس عم يوصل لهم، لانه قلت لك كميه الحب اللي وصلت وقت انا اعلنت عن الحلقه معك مش عاديه، يعني الناس عن جد بيحبوك وعن جد هذا الاحساس منك عم يوصل لهم. ف الحمد لله اي لاف يو حبكي مع انه محارم طلب محارم بتتدبر. اي اوكي اتس ابروف. اوه احكينا عن يوتيوب شوي، احكي على انستغرام. اللي بيفوت عندك على انستغرام بيلفت نظره شغلتين، اول شيء اكيد المليونين ونص متابع، وتاني شيء الايموجي تبع البطيخه. انت مش بتحب البرتقال اكثر؟ لا مين قال؟ بعرف هيك عم بسمع. لا بحب البطيخ من اول ما بلشت وانا حاط بطيخ. اوكي كثير بحب البطيخ، عصير البطيخ. فقلت خلص بدي احطه ايموجي قد ما بحب البطيخ. يمكن اللون البرتقالي، بحب الالوان. ايه بحب البيبي بلو. البيبي بلو هو احلى لون عندي، لون السماء. ايه واللون الاخضر والاورنج. بس انه مش انه لا برتقالي وبس. اوكي بس انا عم جرب افهم، لانه في سؤال محير الجماهير كلها. هل انت البرتقالي المغفنه؟ هيدا السؤال كتير وصلني على فكرة، هيدا مش من عندي، هيدا من يمكن مين اللي سأل السؤال؟ ألف شخص سألوا هيدا السؤال. اللي حكى هيك كان المفروض يحكي الاسم، أنا ما يعني المفروض نروح نسأله إله، يعني بعتقد المرة الجاية إذا عملت معه مقابلة حتقولي له نفس الشيء. هلك اسألي صاحبتي الشأن. مش أول شخص بسأله، يعني أنا حاسة حالي برحلة البحث عن البرتقال المحفري بعد ما وصل ليلة. جايز بعتذر منكم، جربت بعتقد بس بعتقد الكل صار بده يكون برتقالي معفن. ايه شفت فيديوهات، ايه الكل بده يكون. شفت الميمز. ايه شفتهم حلوين. الليلة عن ام بي سي دراما. انا البرتقال صار ترند اكثر من شو اسمه، اكثر من صاحبة الشأن. صعب بالموضوع. اوكي هلا انت صرت برتقال على فكره، لونك على احمر على بطيخ على اورنج. اوقات بتغير لوني. عشان تغير لونك. او ماي جاد، هذا شيء اكتشفته هلا جديد، انه انت بتفضح حالك على فكره. بشو؟ هلا بس انه انفعلت صرت احمر. يا برتقال. اخبار الشباب على يوتيوب شوي محدوده اكثر من اخبار البنات، يعني البنات عندهم بيوتي، عندهم فاشن اكثر من الشباب، عندهم بحس محتوى مجال يعملوه اكثر. الشباب اكثر بحس محتواهم معقول يكون قريب من بعضه، بس رغم هالشيء بشوفك انت ورفقاتك الشباب عم تدعموا بعض. yes. كان انه هن بيطلعوا معك، انت بتطلع معهم بالفيديوز. هلا نحن بالشله عندنا ما بعتقد في غيره، هلا ممكن يكون في غيره بس انه بين بعض يعني بتنحل، انه حب شو بيسموه، حبي ودي، ودي حبي. ايه حبية ودية حبية. ايوه هي. Happy birthday to you. Happy birthday to you. اما عند البنات كمان في غيرة، ما بننكر هذا الشيء، بس يمكن تكون واضحة اكثر عندهم، انه ما بيقدروا يمسكوا حالهم او يكبتوا، فبتنفضح معهم انه في غيرة بتبين عليهم، انه البنت لما يكون كيفك، فهمتي، انه ببلش الغيرة تبين. الشباب بيخبوا يعني ولا الشباب عادي انه بيجوا بيحكوا انه عملت هيك طيب. اوكي بين بعض. اوكي البنات بتبين عليهم بس ما بيحكوا. هيك بحس. انت بس حدا يزعجك بتروح بتقول له؟ يعني كيف تتعامل مع حدا اذا حدا زعجك؟ بسكت شوي بس اذا زودها بحكي، يعني بتواجه. yes. لانه ما فينا ننكر انه كمان بترد اوقات بفيديوز على يوتيوب، يعني بنشوفك اوقات عم في لطشات بتكون عندك بالفيديوز. تسلعي فينا نقول. أنا كثير دمعت صح؟ أوه. بس عشان تعرف إنه هدول دموع حقيقية. بكيت بس والله بدون فلتر، بدون بي، عشان هيك بينا دموع. هلا بالعادة أنا إذا شيء بتعلق فيني بواجهه. أوكي. بس كمان بنفس الوقت مثل ما قلت لك أنا قبل، إنه الشلة اللي نحن فيها والرفقة اللي نحن فيها ما حدا بيتمنى الأذى لغيره، فما يكون في أذى للشلة إيه
حدا بيرد او بنطلع من الرد او بنطلع بنحكي يعني، بس انه كله فور فن يعني بالاخير بتصير يعني. وكان الموضوع يعني جدا طبيعي، ما حسيت انه ما حسيت حدا اتضايق من الموضوع. اوكي شو رايكم؟ شو رايكم؟ هلا سأل المتابعين اكتبوا لنا بالكومنتس شو رايكم بالموضوع؟ انت تبع الشهرة، انت اخرس كلمنا انا ليش بتحكي معاه هيك؟ هذا هدول قطط الشهرة، هدول هيك بدهم تربايه قطط. يعني انت هيدي طريقتك للدفاع عن رفقاتك يمكن، بس كمان ما فيني ما اسال اذا هيدا هو الموضوع اللي مرتبط بحمله الانفولو اللي شفناها اخر فتره، لانه كمان وهيدا سؤال من المتابعين على فكره، كثير مشاهير وزملاء لك فاتوا عملوا لك انفولو اخر فتره، وانت كمان عارف هذاك اليوم ما قدرت اتنفس كنت عم بموت كل شيء لا شو يعني الموضوع انفولو ايه يعني ما بشوفه موضوع كبير، ما بشوف موضوع انه ينحكى فيه يعني. طب بس انه فات شخص فتح انستغرام وفات لعندك وحط انفولو سألوا أكيد أنت وقالوا إيه شنو هيك بالغلط؟ كثير كثير ناس عملوا لي أنفولو، كثير أنا لناس عملت أنفولو، بس إنه يعني ما شايف يعني شايف موضوع تافه إنه موضوع أنفولو وفولو أكثر شيء. أنا ولا مرة عملتها يعني إنه بلشت فيها، وأنا بترك يعني ما بهمني يعني عاملين أنفولو عاملين فولو يعني ما أحسه الموضوع الكبير اللي تخانقت معه ما بدي أنا أحكي مع أنفولو وبس تصالحوا بنرجع نعمل فولو. بس تصالحنا أوكي حمل لك فولو يا عمي خلاص احنا وصغار سنجل كنتوا تعملوها هيدا انه هيك انه وقت تخصموا خلاص تخصمتوا هيدا انفولو فولو بهالايام سو شو ما فيني اقول لك شو ما بعرف يعني مش انا اللي عملت انفولو بهمني ما سالت ما بهمني بس شفت انفولو ما بهمني مثل ما قلت لك ما قدرت تتنفس طيب ما قدرت تتنفس ايه بس لا انه خلص انه خلص اجت منهم عادي يمكن هن ما حبوا شخصيتي بس كلهم سوا ما حبوا شخصيتك صح؟ عادي مع اني يعني عادي ممكن انا شخصيتي كثير غير عليهم فقالوا خلص ما بدنا ما بدنا نشوفه ممكن بيشوفوني بيتنرفزوا ما بعرف بس انه ما بهمني يعني عن جد طب اذا طلبت منك تنقي best friend انت عندك كثير اصحاب شباب مين هذا المفضل عندك والله كار بدي اخلفه مع الكل هلا هو اللي انفولو حزيده يي والله مشكلة بتعرفي شو انه في واحد اللي هو طويل بضحك في واحد اللي هو مكعبل شو مكعبل دعبل مكعبل من جبتها شتا ايه ففي واحد ابو شوارب اللي هو بيحكي لهجه كل واحد له شخصيه شكل ما في حدا ما فيني اقول لك انه هذا هو بس كلهم مثل بعض كلهم كل واحد بحبه بطريقه شكل اوكي طب بما انه عم نحكي عن الحب انا بدي انت الا غير نوع من الحب مين جسد الحب انت قلت بحبهم كلهم مثل بعض لا انا ما بحب رجعوا لي ريوايند كل واحد بحبه بطريقه شكل كل واحد بحبه بطريقه شكل غيت وقتها طلبت أنا من متابعينك يبعتوا الأسئلة يعني إذا بتشوف لائحة الأسئلة اللي وصلتنا بتقول عم بشتغل خطابة كان لازم على شوية غير اسم البرنامج من جاتريل لجات ماريد يعني ما شاء الله ما شاء الله يعني الاهتمام من متابعينك وخاصة الصبايا لقيتي الوحدة؟ تعرف بناء على أسئلتهم بركة أنا وياك نلاقي وحدة هلا جاهز؟ بعد الشو على فكرة هو الأسئلة هو مش من عندي هو من عندكم يلا قلت لك جاهز لنكتشف مين فتاة احلام غيث مروان جاهز جمه وموجودة ما بنعرف يمكن اوكي في مليونين ونص نصهم بنات يمكن اوكي اول سؤال قبل ما نبلش بحيالله شيء انت اعزب او مرتبط اعزب هذا اول سؤال بتجاوبنا عليه دغري بلا مزح بلا لف ودوران اعطيني 5 سكندز بضحك لا صادق اوكي قد صار لك اعزب صار لي 4 سنين صار لك 4 سنين اعزب خلص ما حنتحسب على النص او الخمسه بس لك زمان كان عندك كثير علاقات قبل نو مرتين بس مرتين مره ايام الجامعه من اول سنه جامعه ومره بعد ما تخرجت من الجامعه اللي هي من وقتها من 4 سنين اوكي واحده ضلت سنه ونص واحده سنتين بتطول بالعلاقات نفس طويل نفسك طويل طب ليك شو يعني كلمة المرحومة؟
هاد بنستخدمه نحن بين رفقاتنا دائما، انه لما حدا يترك سواء كان شاب او بنت بنسمي الاكس الاكس مرحوم او مرحومه. يس. هلا انا عارف الجواب بس انت عارف لي عم بسالك؟ لا 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 عارف لي عم بسالك لانه باحد الفيديوهات كمان ومتابعينك بعتين للدقيقه ما شاء الله اللي تم ذكر فيها اسم المرحومة. بعتي لي اياهم بعد الحلقه. ذكرت المرحومة. هاي هي ذات المرحومة هي الشخص اللي طلع معك بفيديو واحد معك طلع مؤخرا؟ يس هو نفس الشخص بس يعني ما في شيء بينه وبين ابدا. اوكي سو من وقتها من الاربع سنين الماضيه كان في شيء؟ كنا لا كان في كنا رفقه بس ما زبطت. اوكي وبطلنا نحكي بعدين صار ظروف التقينا بس انه فرنس. اوكي بس اوكي طب بس ليه هو هالفيديو الوحيد؟ هذا الفيديو نحن صورناه على اساس انه كنا نبلش. ايه؟ بس من بعدها صارت في مواضيع مثل قصه فلسطين وصار واحد ما في صور. بعدين بطل في انا كنت على اساس انه نجيب شله فالبنات الموجودين عندي اللي بيطلعوا اصلا عندي بالفيديو هن ساره مرت في زياد. اوكي وما انا موجوده فما فيني اجيب بنت بس لحالها تطلع كمان. اوكي فصارت هي البنت الوحيده. يس فانا بدي اعمل على اساس انه كنت شله شباب وشلت بنات وفي معنا بنات بفيديوهات بس شفت الناس ما حابين البنات ما حابين البنات يطلعوا عندي بالفيديو فهمتي؟ طبعا ما بتصير فرصه انه نطلع كلنا مع بعض. اوكي بس انه ما في شيء يعني عادي ممكن بالفتره الجايه تلاقوها. فهي الموضوع طبعاً. موضوع محتوى عادي يعني لا موضوع محتوى ايه. بس فقط لا ما في شيء بس خلص تاكدتوا مين هي المرحومه بس ما في شيء خلص هلا فريندز اصلا بتصير كثير خاصه بس تكون العلاقه على صغر على فكره. يس كانت على صغر يعني انت عم تحكي بعد الجامعه يعني كمان بعدك صغير وقطع هالقد وقت كثير عادي انه ما بعرف هلا اذا في ناس بتامن بالصداقه من بعد العلاقه في ناس ما بتامن. يس. انا بالنسبه لي بتصير فبس بحالات يمكن نادره بس انه اوكي جوابك مقبول. قوم استنى شو هاي جهتي هاي طلع طب طلعي هنيك واحكي لك يا أنا مشان هيك ما بطلع معي نسوان بالسرعة. هلأ خلينا بأنه تأكدنا أنه غيث مش مرتبط أعزب ما في حدا بحياته. خلينا نبلش بأسئلة المتابعين. رح بلش لك هون واحد واحد. بتفضل أنه البنت اللي بترتبط فيها تكون من السوشيال ميديا أو من برات الوسط؟ ما بتفرق تكون بتحب الشيء اللي أنا بحبه. طويلة أو قصيرة؟ قصيرة مش كتير يعني. أوكي 160-165 62 قصيرة 163 اوكي مع كعب شو قصدك؟ شو قصدك؟ لا ما بحب ما عندي مشكلة مع حدا ايه بس انه لما تقولي لي كيف تتخيلها لا لانه انا 165 مش هيك اوكي فحسيتها كثير شخص رخصي لو سمحت اوكي بيطلعوا لا ما عندي مشكلة بالطول ولا بالشكل ولا بأي شيء سواء كنت يعني مرتاح مع الشخص وتمام والشخصية تمام معي ومتفاهمين مع بعض تحسين انه هيك انه خلص نفهم مع بعض بسرعه ايه فالشكل بيجي موضوع ثانوي. يس. بس خلينا بما انه هن سائلين ونحن انا لازم اوصل عرفت خطابه هلا حاليا انتقلت من مذيع على خطابه. لون الشعر المفضل بني لون العيون المفضله بحب العيون تكون ملونه حاسه حالي عم عبر استماره ديتنج بروفايل بالاخر شوف اوكي مش ضروري ملون ازرق او اخضر بس انه فاتحين اوكي طب اختصرها كل هاي الخبريه شو مواصفات بنت احلامك فتاه احلامك شو مواصفاتها قلت اعتقد انه تفهم علي انه نحن الاثنين نفهم مع بعض يعني في بتعرفي اوقات بتصير اشياء انه تفهمي على الشخص او فجاه بتكتشفي انه يعني عادي مثلا انت اكلي ما اكلتيها من سنين فجاه تكتشفي بنفس اليوم انت وهالشخص صارتوا نفس الاكله مثلا فهمت قصدي انه في اشياء بتصير ما في داعي تنحكى فيها ما في داعي تشرح يعني شو عم بصير بنفهم على بعض على الطاير يعني فينا نقول يس هذا اللي بحبه هذا بحس انه أوكي. بأول علاقه تحب انه حبيبتك تكون كمان بنفس الوقت رفيقتك بس فرنس اوكي بس فرنس طب ممكن تتجوز حدا من الفانز واضح انه السؤال مش مني شو الفرق الفانز عن الناس ما بعرف انه هن يمكن بيحبوا يتعرفوا عليك بس ما بعرف بس ما بحس في فرق عليك. يعني كلهم خير وبركه يعني كلهم مثل بعض المهم ما بشوف فرق انا بتتفق. لا فانز ولا غير ولا يس كلنا واحد الاخير فيس ما في انه لا من الفانز لا من ابصر شيء برا السوشيال ميديا لا بس بدي اتعرف على بدها تدخل السوشيال ميديا عم بقول لك من هلا صبايا عندكم مجال هيدي خلاصه الحديث في امل
هلا عم بحكي نحن عن الحب والعلاقات وعم نمزح بالموضوع بس في شغله كمان غيث انه انت كل ما يشوفوك مع بنت حلوه يعني ان كان لك ديانا رغدة عائلة بيوتي كلهم دغري فجأة بتطلع خبرية انه غيث مرتبط فيها شو القصة؟ ما عارف اذا بتعرفي في عنا كمان روبي تيجي بتنظف لنا البيت عملوا لي فيديو انا وياها وبحبك وحشتيني وبحبك انت اي حدا بطلع معه بيعملوا فيديوهات علينا اوكي بس نو ما في شيء مثل ما قلت لك يعني انه ممكن انه انت يمكن بتفرجي كتير اهتمام لرفقاتك البنات بتصرف مع الكل عادي نفس الشيء بس مثل ما قلت لك يعني ما يعني ممكن الناس لان ما متعود تشوفني مع بنات كتير فاذا بطلع مثلا انثى معي بيقول بس هاي هي ممكن هيك يفهموها هن سو انت ما في شيء بينك وبين اي وحده من البنات اللي ذكرتهم نو بالعكس نو كله طبيعي وكل نحن كلنا فريندز مع بعض ونحب بعض تمام يعني الوضع يعني ما في عداوه بيننا يعني بس بنطلع مع بعض بنصور عادي ايوه ان شاء الله كل فيديو بدك تظبطي حالك هيك 5 دقائق عن جد اخ التركيز كان اكثر شيء على عائله بيوتي صراحه كان عم ينسال دائما اذا في علاقه بتجمعك مع وحده من الاخوه بدي اعرف هذا الشيء شوفي بين علاقه بيوتي انه عائله بيوتي خلينا نقول اول شيء العيله يعني كيف بدي اقول لك علاقتنا علاقه محبه ونحب نساعد بعض وبننصح بعض ودائما يعني دائما ما في عداوه بيناتنا ابدا يعني مش هيك عم يسالوا اذا هن اكيد ما في عداوه عم يسالوا اذا في علاقه ما في علاقه شو بده يكون علاقه شو حب نو ما في علاقه حب اوكي ما في شيء من سو علاقه هي علاقه صداقه يس علاقة صداقة وبعرف العيلة كلها بجننوا مثل ما عم بقول لك يعني كمان عائلة بيوت وخاصة البنات ما شاء الله عليهم يعني لهم مستقبل كثير حلو تذكروا كلامي يس بس نو ما في شيء عندي سؤال مين الكراش تبعك قلتي لي؟ ماني يا ريت ما عملته خسرت ليه لهلا بعد ما تزوجت؟ ما فكرت فيها؟ بلا بس كل شيء بوقته حلو اكيد كل شيء بوقته حلو ما بتعرفي فجأة لكم مرحبا انا تزوجت هيك؟ معقول يعني انت من الناس اللي بيؤمنوا بالحب من اول نظره؟ يس مشاعر فاهم بالمشاعر سو ممكن اذا لقيت هذا الشخص اللي انت ارتحت له يعني تاخذ القرار كثير بسرعه وتتزوج بسرعه؟ ما حيكون كثير بسرعه بس ما رح اعلن عن شيء اوكي الا اذا ما كنت متاكد منه يعني اول ما نعرف رح يكون زواج؟ اول ما تعرف حيكون هذا هو الشخص يعني الشخص خطبه او زواج؟ بعدين زواج اكيد طيب رح نعرف نحن باي مرحله؟ حتعرفه لما اتاكد أوكي. إنه هذا هو الشخص وما عندك مشكلة تطلع على يوتيوب أوكي. ما حتكون من هول الناس بالعكس حافتخر بالشخص إن شاء الله الله يبعت لك الشخص اللي أنت بتستاهله وهو بيستاهلك خيط أنا بدي أشكرك على وجودك معنا عن جد يعني الانترفيو كتير مبسوطة أنه قدرت أعملها قبل ما أولد وتكون عن جد خاتمة سيزن 1 بسطنا كتير فيك Thank you. وعن جد فعلا اللي فيني أقوله أنه أنت قدام الكاميرا مثل وراء الكاميرا شكرا لك شكرا وتشرفت فيك كمان والحمد لله ما ولدتي ان شاء الله قريبا ومفرح بصير عندك بيبي اكيد بدنا نجي نتعرف عليه اكيد عليا كايا صح يس اسم بتعرفي اذا بدي اسمي بنتي اسم بيكون اسم غريب كمان شو عندك اسماء لسه هلا ما بعرف ما عندك بتعرف انه انا مقرره كايا من يمكن 4-5 سنين قبل ما افكر انه انا اصلا بدي اجيب والله ما بعرف ليه بيعجبني الاسم انا ممكن اسمي كريستينا بس مش غريب بس حلو Thank you, Gabe. ولو شرفت فيك.